انت طمنا عليك، ايه الاخبار؟ انا عمال ارفك بمشاكلي. طمنك عليا؟ طمنك عليا ازاي يعني؟ انت عارف كل حاجه. واحد امه مشلوله، اخوه مش عارفين اذا كان عايش ولا ميت، وعالم هيرجع تاني ولا لا. حتى البنت اللي انا كنت بحبها سافرت ورجعت بلدها، وانا السبب. مش عارف اقول لك ايه ولا ايه يا اشرف صراحه. انت شايل جواك قوي يا عم يوسف. شايل جوايا؟ انا خربان يا اشرف، انا مفيش فيا حته سليمه. انا بخاف اصحى من النوم من كتر المصايب اللي بتحصل لنا. واصحى من النوم دي كلها طاقات سلبيه، مفيش اي حاجه عدله. حتى الشغل في النازل البيت بقى كئيب، وغير كده وكده بقى مفيش اي حد احكي له ولا اشكي له. ايه يا عم الكلام ده؟ واحنا مش صحاب؟ ما تكلمني يا اخي في اي وقت. اصحاب وكل حاجه، بس كل واحد فيه اللي مكفيه. كفايه البلاوي اللي انت فيها اساسا، هشيلك هم فوق همك كمان. يا عم وهي ايه فايده الصحاب؟ مش يشيلوا بعض في القرف ده؟ عمال تقول صحاب صحاب، وانت اشرف عندك شك ان احنا صحاب واخوات كمان؟ يا ابني انت صاحبي واخويا قبل ما تكون جوز اختي اساسا من زمان. ما هو ده الموضوع التاني اللي انا عايز اكلمك فيه. اروى، انتوا ما وصلتوش لاي حاجه في الموضوع بتاعكم؟ شكلنا مش هنوصل. ليه يا اشرف؟ انا واروى شكلنا كده وصلنا لطريق مسدود. فاكر اشرف انا قلت لك الكلام ده من زمان، لو في حد غلطان يبقى انت، انت الراجل يعني، انت اللي بتسوق. لو في موضوع كبر يبقى انت اللي كبرته. يعني انت شايفها حاولت تعمل اي حاجه يا يوسف؟ ولا هتعمل حاجه يا اشرف. واحده في الظروف اللي فيها اروى دي وعيلتها متدمره وحالتها بالبلا، المفروض انت اللي تقف جنبها. انا عشان فاهم واحترم الظروف دي ما رضيتش اخد اي خطوه غير لما تفوق. مين اللي تفوق؟ اروى؟ انسى، محدش في العيله دي هيفوق. احنا بنخلص المصيبه بندخل في التانيه على طول، فانسى الموضوع ده. اروى مش هتفوق. بلاش يا عم التشاؤم ده. تشاؤم؟ لا لا ما تقلقش، انا مش متشائم ولا حاجه. على فكره المصايب دي بقت لايف ستايل في حياتنا، يعني عادي اتعودنا عليها، بقينا عشره. وبعدين لو انا متشائم زي ما انت بتقول كده كان زمان انتحرت من زمان. انا كل اللي عايز اقوله لك ان احنا هنفضل اخوات واصحاب مهما حصل بيني وبين اروى. انا من ساعه ما دخلت البيت ده ومن قبل ما ادخله وانا بعتبرك انت وخالد اخواتي. ربنا يعلم انا زعلان على خالد قد ايه، وحاسس ان انا فقدت سند واخ، واحد كنت بلجأ له في كل ازماتي. انا غياب خالد بالنسبه لي يوسف اثر فيا بشكل لن تتخيله. مش انت بس يا اشرف، خالد اثر فينا كلنا. محدش فينا عرف قيمه خالد بعد ما راح مننا. هو البني ادم كده يوسف، طول ما الحاجه قدامه وفي ايده ما بيحسش بقيمتها، لما بتبدأ تروح منه بيعرف انه بيفقد حاجة مهمة. انا عايزك تقول الكلام ده لنفسك، شوف انت بتقول ليه. مش فاهم قصدك. لا انت فاهم كويس قوي. بص اشرف، انا من ساعة ما قلت لي تعالى نتقابل انا عارف انك هتكلمني في موضوع اروى. تقصد ايه؟ لا انت فاهم قصدي كويس اشرف، انت جايبني هنا عشان نتكلم في موضوع اروى. اشرف انت عايز تطلق اروى صح؟ عشان خاطر بلاش تعمل كده. انا بنصحك كأخ، لسه انت بتقول الحاجه الحلوه مش هتحس بقيمتها غير بعد ما تروح من ايدك. واروى حاجه حلوه، وحاجه حلوه قوي كمان، مش عشان هي اختي، عشان انت عارف ان هي بنت ناس متربيه زيك بالظبط، وانتوا الاتنين لاقيين على بعض. مش معنى ان حصل مشاكل بينكم يبقى الموضوع يوصل للطلاق. خد بالك اروى كبرياءها عالي قوي، لو فكرت تطلقها عمرها ما هتفكر ترجع لك تاني، حتى لو رجعت لها انت بنفسك. انا بنصحك كأخ، فكر في الخطوة دي قبل ما تعملها. إن شاء الله الموضوع ما يوصلش لكده.